بسم الله الرحمن الرحيم. المفترض ان في الجي اس ام هيبقى فيه 4 بنات، بنتين للريسيف ترانسميت وبنتين تانيين للباور سبلاي، للباور بتاعته بتاعت الجي اس ام موديول. خلاص، فالبنتين اللي هم بتوع ترانسميت هاخدهم اوصلهم على الترانسميت والريسيف بتوع المايكرو. الترانسميت والريسيف بتوع المايكرو معروفين ان هم البين رقم 25 و26 في حاله ال 16 اف 8 72 اي. في حاله النوع ده، حاله المايكرو ده، بيبقى البن اللي اسمه 25 ده عباره عن الترانسميت، البن اللي اسمه 26 ده عباره عن اللي هي بان ريسيف. فكل عمليه ان انا لو انا عندي الكابل، لو انا عندي ان الجي اس ام ده عباره عن واخد شكل السيريال بورت اللي هو الشكل اللي قدامي ده كده، فهوصل الطرف دوت بالجي اس ام موديول وهقطع الكابل كده عشان اطلع منه بس الطرفين اللي هم الريسيف والايه والترانسميت. وطبعا في الفيديو دوت انا معرف ازاي تخرجوا الريسيف والترانسميت بسهوله جدا، فهبعت الفيديو برده لحضراتكم تعرفوا ايه تستفيدوا منه. اما لو عباره عن الجي اس ام مفيش الشكل دوت مش موجود فيه، وبس اللي موجود فيه عباره عن 4 بنات بس طالعين منه، مكتوب عليهم ريسيف وترانسميت ومكتوب عليهم في سي سي وجراوند، خلاص هاخد الريسيف واوصله هنا بالترانسميت، واخد الترانسميت واوصله بالريسيف بتاع ده، وبسلكتين عاديين جدا مفيش اي مشكله، توصيله بسيطه، واوصل الفي سي سي والجراوند اللي هم عباره عن الباور سبلاي بتاعت الجي اس ام بالجهد اللي هو بالجهد اللي هو مخصص للجي اس ام موديل. اعرفه منين؟ تعرفه من الداتا شيت بتاعت الجي اس ام موديل اللي انت اشتريته. خلاص، لو انت تستخدم موبايل طبعا مش تحتاج الايه، مش هتحتاج الموضوع ده. كل عمليه انك انت هتوصل الكابل زي ما هو متوصل في الصوره دي كده، هتوصل الكابل ده زي ما هو متوصل في الصوره، وطبعا الطرف الثاني للكابل اللي هو هيبقى الشكل دوت اللي هو عباره عن السيريال بورت زي ما احنا شايفين كده، خد الطرف الثاني للكابل وقطعه وخد منه السلكتين بتوع الريسيف وترانسميت بس عشان يوصلهم على الايه، على الدايره بتاعت المايكرو كنترولر. خلاص، هيبقى في بس مشكله بسيطه جدا وطبعا دي هقولها بعدين، لكن اللي انا عايز اوصله لحد دلوقتي ان احنا قدرنا نخلي المايكرو كنترولر يقدر يدي اوامر للجي اس ام ان هو يبعت رساله، والمفروض ان هو لو هو هيستقبل رساله برضه عرفتكم ازاي، لكن اللي هيستقبل الرساله دوت يبقى انا المفروض هستقبل داتا، فالمفروض ان انا استقبل الداتا ديت في متغير، واخلي المتغير دوت اتشيك عليه البادي بتاع الرساله، اقول له لو جالك رساله ابتدي نفذ كذا او ابتدي شغل البامب او ابتدي افصل البامب وهكذا. خلاص، فلحد دلوقتي كده يعني حاولت اجمع قدر من المعلومات تقدروا تستفيدوا بيه في المشروع بتاعكم، وطبعا انا مستعد للاسئله والاستفسارات، والمشكله البسيطه اللي هي موضوع المشكله البسيطه اللي في الكونكشن ديت هشرحها برضه في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.